خالد عمار رسام وبطل رياضي وحافظ للقرآن رفض أن يكون ضحية للإعاقة وقدر بإرادته القوية هزم المستحيل من خلال النبوغ وتحدى الواقع وكسب الرهان وكتب قصة نجاح جميلة جدا. معنا النهارده خالد عمار واحد من الناس نموذج تحدي إعاقة الجسدية قدر يحقق كل اللي هو عايزه يبقى فنان تشكيلي كبير عمل معارض كتير حافظ القرآن الكريم واحترف لعبة الكاراتيه وصوته كمان جميل عنده 32 سنة وحاصل على ليسانس لغات وترجمة قسم اللغة الفرنسية وكان الأول على دفعته في الثانوية الأزهرية. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا بحضرتك. انا سعيد وفخور بوجودك معانا النهارده وسعيد سي. كمان باللوحات الجميله اللي انت يعني اسعدتنا بيها النهارده. احكي لي بقى حكايتك ايه؟ يعني بدات من وانا صغير. كان لما جيت ادخل المدرسه كان بابا الله يرحمه كان بيساعدني ان انا اكتب. فكان بعض المدرسين كانوا خايفين ان انا ما اعرفش امسك القلم في يوم او اكتب او كده. فبابا بدأ يساعدني في البيت طول الوقت وقبل ما اخش المدرسه كمان ان انا امسك القلم وابدا كده. فبابا كان خطه جميل قوي يعني كان خطه حلو. فانا بدات اكتشف الموهبه ان انا بعرف ارسم لما كبرت شويه. وكان على ايامي بقى في جيل الكرتون كابتن ماجد ومازنجر الحاجات بتاعت زمان الجميله جميله دي وسلاحف النينجا والحاجات دي. فبدات ارسمها ومن هنا بدات اعرف اصلا انا بعرف ارسم ما كنتش اعرف يعني. فبدات الشخصيه دي تشدني قوي وتبهرني كده فبدات حبيت. انت مولود فقد الدرعين؟ فقد الساعد الايمن والايسر. سبحان الله يعني اللي انت رسمه الحقيقه من لوحات عظيمه. عملت كم معرض استاذ خالد؟ والله انا مش بعد يعني بس انا عرضت في نقابه التشكيليين في الاوبرا اكتر من مره. عرضت في القاعه الموسيقيه في مركز ثقافي اليوناني في نقابه التطبيقيين في معارض متنوعه بقى تانية جماعيه وعرضت تبع مركز الفنون المعاصره في اكتر من مره لمعارض خاصه بالمركز واشتركت في صالون الفن الخاص اكتر من دوره خدت جوائز فيه.
اكيد انت مريت بظروف صعبه، لكن كلمني عن اهم واصعب اللحظات في حياتك وانت تتحدى الاعاقه عشان توصل للمكانه المتميزه دي في فن الرسم. والله مش حاسس دي، يعني انا مش بحس بموضوع لحظات صعبه ولحظات، انا بحس ان طول الوقت مش بحب ابص ورا ظهري لما حاجه توقفني، يعني بحس ان الموضوع كله بيبقى لازم ابص لقدام، وطالما عندي طاقه بطلعها، يعني مش بحاول ان الدنيا تقف كده. لكن في حاجات كتير الواحد بيشوفها بتخنق عليه، يعني مثلا اول مره كنت بلعب كاراتيه وخدت حزام اسود، وبعد كده اكتشفت ان مفيش بطولات، مش هلعب بطولات، فده كانت صدمه شويه، تشوك يعني، كنت لسه صغير اصلا كمان وقتها، وحسيت ساعتها بقى يعني طب مش هكمل. بعد كده قلت لا انت كمل، انت حاجه بتحبها وحاجه انت مستمتع بيها، فانت لازم تكمل فيها يعني. بعد كده كبرت شويه بقى تاني، قابلت يعني لو قابلت صعوبات هتبقى هي مش صعوبات، يعني تعتبر تحديات. تحديات. بس مين صاحب الفضل بقى انه يقف جنبك وتدله بالولاء يعني اول حد طبعا والدي ووالدتي طبعا. يعني والدي ووالدتي دول اكبر دفعه في حياتي، واكبر اكبر سبورت في حياتي، يعني اكبر داعم. ربنا يخليهم لك. الله يخليك يا رب. صوتك جميل بيقولوا لي، حافظ القران كله. الحمد لله ما شاء الله. هتسمعني صوتك؟ عينيا. يلا اتفضل. تحب يعني اقرا قران ولا اقول حاجه ثانيه؟ اللي انت عايزه. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احسنت وربنا يوفقك. انا فخور بيك جدا. الله يخليك. وسعيد بهذه الرسومات الجميله، وسعيد انك انت بطل من ابطال الكاراتيه، وهذا الصوت الجميل في قراءه القران وحفظك للقران. انت نموذج رائع لكل شاب يعني بيكافح الاعاقه. شكرا جزيلا. واتمنى ان احنا دايما نتواصل مع بعض ونسمع اخبارك، ودايما يعني نشوف الجديد في لوحاتك، وارجو بقى ان المتحف القادم ليك او المعرض القادم. هو اخر حاجه هي دي. تدعوني ان انا يعني أشكرك جدا. دي صورة أنا متشكر جدا جدا، يعني دي هدية قيمة جدا، وأنا بشكرك جدا عليها ميرسي، ويعني أشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
يعني ميرسي قوي. دي حلقتنا مع هذا الفنان العظيم استاذ خالد اللي هو تحدى الاعاقه واثبت انه لا ياس مع الحياه ولا حياه مع الياس، وان الانسان يستطيع ان يتحدى الصعب عشان خاطر يثبت انه طول ما هو عايش الحمد لله قادر على ان هو يعمل كل ما هو يعني يرضيه ويشبع احلامه واماله. خالد نموذج رائع كلنا نحب نقتدي به ونكرمه ونشجعه. بشكرك جدا جدا. شكرا. وفاصل ونعود.